فمثلا اول ما تدخن عقلك الواعي اللي قاعد يدخن، بعدين صارت عاده انتقلت للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي يعني اوتو بايلوت، شغال اوتوماتيك. تيجي تبغى تبطل، خذ لك عاد كيف تقنع العقل اللاواعي انه يبطل عاده، خلاص حطها في السيستم، حطها في السوفت وير حقك. من الاسباب اللي بتاثر على قراراتنا احيانا مجرد الايمج او البراند او السعر، اشياء ما لها علاقه بالواقع ممكن تأثر علينا لدرجة أنه حتى تأثر على البيولوجي حقنا. لدي الدرجة العقل ممكن يأثر على الجسم. سوينا تجربة، جبنا في مكان عام زي بوث وبيبيع كيكتين، كيكة سعرها 299 جنيه وكيكة سعرها 999 جنيه. الكيكتين identical، نفس الكيكتين بالضبط بالحرف، ما في ولا فرق بينهم. وناخد رأي الناس، أية الكيكتين أطعم؟ أنا عاوزك تجرب الكيك دي، ده كيك إيطالي. أنت كمان اتفضلي دوقي. يعني بترجح ده أكتر؟ ده أحلى علشان أخفف. ده أحلى عشان أخفف؟ بصي ده أحسن وجميل، ده يشبع بسرعة. ده بصي هو ده الحمى اللي جوه اللي هي الكيك اللي هي دي. ايوه دي تقيله شويه. مش طبعا تقيله. اه مش ناعمه زي دي ناعمه. تخيلوا انه الناس علقت انه ال 999 اطعم. شكلك متذوق. المخ ممكن يلعب ويضحك علينا وعلى البيولوجي، لمجرد انه سعرها اغلى المخ قال للجسم ترى لازم هي هذه اطعم، هذه اكيد اطعم لانها اغلى. هذا اخف بس الحلاوة حقه زيادة. لا اول ما ذقته لا حسيت بريحة بيض، قصدي اني يعني مش محطوط فانيليا على البيض. اه ايه يا مصطفى؟ بشوف ايه الفرق فعلا. هو ده فعلا اخف. ده فعلا اخف؟ فلما تستطعم لعب على المذاق والحاسه المذاقيه حقت الانسان، البيولوجي تغير من العقل. اه دي خفيفه جدا لو تتاخد مع نسكافيه مع شاي صوفي كده، جميله. دي دسمه قوي الصراحه، دي عجبتني قوي. انا ديت حلوه ودي احلى. دي الناس تقدر تخلص. لا ودي تشوف التاكه تمام. مثلا شنطة هي نفس الشنطة نفس الجلد حتى يمكن نفس المصنع، بس كتبوا عليها كذا، انت بيولوجيا ونفسيا اتغيرت لانه اشتريت حاجة كده ادتك قيمة. وعايزة اقول لكم ان الاثنين واحد. لا نفس الطعم نفس كل حاجة، مفيش اي اختلاف.